أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا كثيرا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نكهة خاصة عبر سودانية S24. واليوم إن شاء الله يكون عندنا طبق جديد تاع معجنات وعندنا طبق تاع الكب كيك. المغادير بتاعتنا بتاعت المعجنات تكون موجودة على الشاشة، وبرضو بنتقبل كل اتصالاتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة، وبرضو صفحة الفيس في سودانية S24. المعجنات بصورة عامة عزيزي المشاهد هي أنواع، وأنواع المعجنات كثيرة. في معجنات بالفرن، في معجنات بالزيت. المعجنات بالزيت اللي ما هنشتغلها، هنشتغل المعجنات بالفرن. وأهم حاجة يكون عندنا نوع الدقيق اللي بيكون فيه عرق، أو بيقول له بيحتوي على نسبة من الجلوتين، لأنه الدقيق اللي ما فيه عرق ما بيساعد على نشاط الخميرة. والنقطة الثانية المهمة برضو، لازم نتأكد من في المعجنات اللي بتكون بالفرن الخميرة بتاعتنا نشطة وفعالة. نختبر الخميرة، لو ما الخميرة نشطة المعجنات بتطلع قوية، بتكون ناشفة، بتكون فيها سلبيات. فنمشي كلنا نطلع على مغاديرنا عبر الشاشة. بعد ما رجعنا نذكر على المغادير، المعجنات اللي حنشتغلها اليوم تحتاج لكيلو دقيق. كنا لازم الدقيق نتأكد انه نوعه يكون فيه عرق او جلوتين، 2 ملعقة كبيرة خميرة، و1 ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة سكر، وكوب زبادي، نص كوب زيت، 1¾ كوب ماء. قبل ما نستعرض على المغادير بتاعتنا، داير اقول نقطة مهمة جدا، انه لازم ننتبه المعايير اللي احنا شغالين بها هي المعايير الستاندر. فالمعايير الستاندر معروفة وموجودة في السوق سهلة، لانه لما نستخدم اي كوب ما بدينا نفس الوصفة. فانا بستعرضها حسي، دي المعايير المفروض كل ست بيت او كل صاحب عمل عايز يشتغل بالمعايير دي. ده 1 كوب، نص كوب، 3 كوب، 1/4 كوب. أقولها مرة أخرى، كوب، نص، 3/4. حبيت أشير لها لأنه إذا غيرنا المعيار بيأثر. طيب، بسهولة جدا بتتلاقي في كل المحلات موجودة، وأسعارها في المتناول. برضو حنشتغل بالملاعق، عندنا طقم بتاع ملاعق وجب إنه نعرفها كلنا. دي الملاعق، ملعقة كبيرة، ملعقة صغيرة، نص، ربع. ملعقة كبيرة، ملعقة صغيرة، نص ملعقة صغيرة، 1/4 ملعقة صغيرة. فحبيت أوري الكبابي لأنه هي الأصل حنشتغل بها على طول عبر برنامج نكهة خاصة، هي مهمة جدا. المعايير اللي قدامنا موجودة حنشتغلها، وطبعا بتحتاج لحشوة. الحشوة متروك الخيار لكل أسرة أو لكل شخص عايز يعمل الحشوة الدائرة. المعجنات بتاعتنا بتقبل لحمة، بتقبل خضار، بتقبل تونة، بتقبل أجبان بأنواع المختلفة. فنحن الليلة اخترنا حشوة معينة هنشتغلها حسة بعد شوية، لكن ما معنى كده نتغيّد بالحشوة نحن الشغالين بها. الفكرة بتاعت المعجنات إنها ما هتحتوي على أي نسبة، بتكون فيها بس في الدهن بتاعها في العجنة، لكن ما هتتحمر، لأنه قلنا دي ما معجنات بتاعت تحمير، بتاعت فروم. ففي ناس بيكون ما محتاجين لدهون كثيره، بتساعد دي برضو انه ما تكون فيها الكوليسترول. فنركز في المعجنات بالفرن وتتعجن. طريقتها حتكون خلط المواد الجافه، حنخلط المواد الجافه اول حاجه مع بعض. عندنا المواد الجافه ذكرناها حسه، دقيق وخميره وملح وسكر. نخلط المواد الجافه مع بعض، بعد ذاك نجي نضيف المواد السائله اللي هي عندنا الزبادي وعندنا الزيت وعندنا الماء. عايز اقول معلومه،
انه اضافه اي منتج منتجات الالبان بدي لون للمعجنات، يعني عجننا بلبن، عجننا بزبادي، عجننا بقشطه، كل هذه بتدي لون وبتدي هشاشه للعجين. نتابع مع بعض الطريقه بتاعت الخلط بتاعت العجين بتاع المعجنات. بيكون عندنا العجان في حاله عدم وجود المعجان طبعا عادي جدا ممكن باليد، يعني ما شرط يكون العجان. عندنا كيلو دقيق، دي الكمية بتاعت الدقيق موجودة قدامنا قبل ما نعجن نلبس الكلوفز. المعجنات طريقتها سهلة وممكن نختصر الكمية، إذا كانت الكمية دي كبيرة ممكن ننقصها للنص وممكن للربع، يعني بتقبل. والمعجنات ما بتتحمل تقعد فترة زيادة عن الفترة حقتها، يعني نعجن ومبيتة قاعدة يومين ثلاثة، دي إلا في نوع معين من العجائن، لكن لأنه الخميرة بتنشط ما في مشكلة إنه ممكن نعجن ونخط العجين لفترة معقولة، يعني ساعة في الثلاجة، ممكن ساعتين، زي شنو إن شاء الله في حلقات قادمة هنستعرض العجينة بتاعتنا حقت البيتزا، زي البيتزا ممكن تخش الثلاجة. في معجنات تانية أخرى بتكون في شكل رغائق، دي برضها بتكون زي الكروسون الأصلي. حسنا نحن هنا هنعمل أشكال فيها بعض أنواع المعجنات بيحتوي برضو على شكل الكروسون، لكن ده ما معنى كده ده الكروسون الأصلي، بيختلف معجنات لمعجنات في الطريقة، وإن شاء الله في كل حلقة بنشرح كل واحدة ودورة شنو. عندنا كيلو دقيق نخطه. ألو، في مكالمة. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً. منو؟ الحال؟ منو معانا؟ معك آمنة من بحري. أهلاً وسهلاً يا آمنة، مرحب بك. ما فقدنا الاتصال من آمنة، إن شاء الله تعودينا مرة ثانية يا آمنة. طيب هنا عندنا الدقيق، خدتنا الدقيق بتاعنا، هنحتاج لملعقة صغيرة سكر، ممكن نستخدم الملاعق دي، وممكن دي بتعادل لنا الملعقه برضو بتاعت المعيار اللي استعرضناها قبل شويه. ملعقه صغيره ملح، كنا اول حاجه بنخلط المواد الجافه مع بعض، وحتى الخميره لان دي اسمها خميره فوريه، فعايزين نقول الخميره طالما حس احنا قدامنا. الخميره انواع، في خميره طازه ما متوفره عندنا بكثره، هي بتكون قريبه لشكل الزبده. في خميرة جافة بتتبلى بعد ذاك تجي تخطع العجين، تتبلى في شوية موية دافية لحد ما تقوم، بعد ذاك تجي نخطها في العجين. ألو ألو، عندنا مكالمة. ألو ألو، مرحب بك، أهلا وسهلا. معك عبد الله. أهلا يا عبد الله، مرحب بك. معك عبد الله من أخر. تفضل يا عبد الله. من وين يا عبد الله؟ عبد الله من وين؟ عبد الله من الخرطوم. اهلا بك عبد الله، مرحب بك. مرحبا، تفضل تفضل، اسال عبد الله. عبد الله من الخرطوم حي النزهه. اهلا 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 يا عبد الله، مرحب بك، سامعك. ورينا اعمل البيتزا كيف. طيب البيتزا يا عبد الله سهله جدا، مكوناتها دقيق وملح وخميره وزيت زيتون، وممكن نعجنها بالمويه وممكن نعجنها بالحليب. نعجن عجينة متماسكة ونخليها ترتاح شوية، وتكون عندنا الحشوات حقتنا جاهزة. البيتزا لازم يكون فيها صوص، بعد ذاك بنجي نحشيها يا باللحمة يا بالخضار يا باللحوم بيضاء أو حمراء، نخط الجبنة الموزاريلا والزيتون، نخليها ترتاح شوية وتدخل فرن لمدة 10-15 دقيقة، بتكون جاهزة طالعة. وإن شاء الله نوعدك بأنه حتكون في حلقة خاصة بكل أنواع البيتزا. شكرا لك، شكرا عبد الله. طيب عملنا المواد الجافة، خلطناها مع بعض، ممكن نخلطها بملعقه عاديه خطيناها في العجان. عندنا المواد السائله فيها زيت، لو قلنا الزيت نص كوب زيت، انا شلت المعيار بتاعنا، حطيت الزيت على العجان. برضو عندنا كوب بتاع الزبادي، قلنا الألبان مهمة جدا في المعجنات، بتدي لون وبتدي هشاشة، برضو
بتساعد في الطعم. طيب احنا هنا خدينا الملح، لو ركزنا شويه خدينا ملعقه صغيره. ليه؟ لانه عندنا زبادي، ممكن كان يكون الملح كميته ازيد من كده. عندنا مويه، قلنا واحد ثلاث ارباع او كوبايتين الا ربع، كوب ماء، الكوب الثاني بيكون ثلاث ارباع اللي هو بالشكل ده، ما بيكون مليان. اذا عايزين نعمل بالعجين ده بيدنا بنخط الدقيق وبتكون في شكل كوره كده، ونخلي في النص فتحه، نخط موادنا بعد ما نخلط المواد الجافه وندخل المويه شويه 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 ونعجن باليد عادي جدا جدا. واهم شيء في عجين اليد انه يعني نكرر العجين كم مره في بيدنا، يعني نعجنه ونعيده ثاني، نعجنه ونعيده ثاني لحد ما يبقى عجين املس. شكل العجان بالنسبه للناس اللي بيستخدموا العجان، نبدا بسرعه بطيئه. العجان ده معروف فيه سرعات متعدده، نحن نبدا بالسرعه البطيئه عشان نلم العجينه. اول حاجه لازم نلم العجين شويه شويه شويه، بعد ذاك نراجع العجين بتاعنا. نحن ما قلنا المويه واحد وثلاث ارباع، قد تكون تزيد شويه بسيط خالص وقد تنقص بسيط، وممكن نعجن باللبن. احنا بس خدينا زبادي، هنا زدنا السرعه، زدنا السرعه بتاعتنا، زدنا السرعه شويه شويه حتى ذاته، عشان لو لما نزيد السرعه طوالي بتناسر الدقيق برضه، خلاها تتلمى العجينه. بعد ما تتلمى بعد ذاك احنا هنزيد السرعه. لا الو، السلام عليكم. الو، عندنا مكالمه. اهلا وسهلا. اهلا بك، مرحبا بك، اسمك منو معانا؟ امنه من بحري. امنه من بحري. امنه، اهلا بك. أيوة. امنه، اهلا بك. لو سمحت ارشد داير العجينه حقت البيتزا. هاي عجينه البيتزا، طبعا قبل شويه كنا قلناها لكن نكررها ليكي. عجينه البيتزا ممكن 3 كوبايه دقيق، 3 كوبايه دقيق، ملعقه كبيره خميره، وملعقه صغيره هنا بنكون الملعقه زدنا الملح شويه لانه ما فيها زبادي، ملعقه صغيره ملح، وملعقه صغيره سكر. السكر طبعا بيساعد نشاط الخميره، وبنخت لها ربع كوب زيت عادي او زيت زيتون وكوبايه مويه. زي ما حسي بنخلط، نخلط المواد الجافه هناك برضه، بنخلط المواد الجافه بعد ذاك بنخت المواد السائله. بعد ما نعجن العجين بنريحها، اهم شيء نريح العجين، يعني راحه العجين ده حسه احنا حنشوفها واهميتها بتدي نشاط للخميره. عشان البيتزا ما تطلع لك قويه ريح العجين، بعد ذاك افرديها واحشيها وثاني خليها تخمر ودخلها الفرن. شكرا لك يا عمنا، شكرا كثير. طيب نرجع للعجينه بتاعتنا، زي ما احنا حس شايفين العجينه ماشيه كويس. زي ما قلت المويه احتمال نحتاج احتمال، يعني حس ما حنحتاج لكميه كبيره، حاجه بسيطه جدا بنخطها عشان لما بقى العجين في النهايه. العجين بتاعنا بنخليه يخلط لحد ما يتجانس كله ويتلمى مع بعض. اول ما نحس بالعجين يتلمى حول العجان معناتها العرق بتاع العجين بقى نشط، ودي النقطه دايرينها. يعني المعلومه بتاعت العرق ده انا بكررها كثير لانه في دقيق، انواع دقيق مخصصه للكيك والبسكويت، وفي وحدات بتنفع تماما في المعجنات لانه في معجنات برضه بتحتاج لشد في العجين، دي لو ما فيها عرق ما بتشد. حتى الخميره نفسها اذا عجين ما فيه عرق ما بتنشط او ما بتساعد في القيام. لو دارين اخد رده ممكن نستخدم الرده بنسب معينه، دي براها بنفرد لها حلقه اذا عايزين نستخدم، يعني ندخل الرده لانه عشان نقلل نسبه النشويات في الدقيق بتحتاج لحلقه كامله، لانه هي تنفع مع الناس اللي عندهم سكري، مع اللي بيعملوا رجيم، فالرده بتقلل نسبه النشويات في الدقيق. العجين بتاعنا حس بدا يتجمع في النص، وبنحس بانه الماعون ذاته براه نظف، يعني شكل الماعون اللي بنعجن فيه من جوا بعد ما كان في الاول فيه الدقيق والمويه وكده، لما العجين يبدا يتلمى ينحصر خلاص في نص العجان معناتها بدا ينشط العرق بتاعه، بدا العجين يتكون. هسه احنا كده ماشيين كويس فيها خالص، نرفع شويه عشان ننزل العجين لتحت، العجين ربط مع بعض تماما. كل ما خلطنا كل ما العجين بقى املس
ودى النتيجة أفضل. يلا كده خلاص جاهزين لشكل العجين بتاعنا. لما نجي نسحبه بنلقى فيه زي ما قلت لكم في شكل بتاع عرق. العرق ده مهم جدا بنحتاج له. ألو عندنا مكالمة. ألو ألو مرحب بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يبارك فيك الله يسلمك. منو؟ فقدنا المكالمة. طيب دي شكل العجينة بتاعتنا زي ما احنا شايفين طلعت العجينة. نبدأ نلم في العجينة. نلم العجينة لاحظوا الطريقة دي بتاعت لما العجين تكون يعني في سطح. لو حسينا انه السطح بتاعنا بيمسك نرش دقيق. لو السطح شوفوا العجينة كل ما عجن فيها بتبقى سموث او تبقى ملساء. والعجينة هنا بقت ما لازقة في اليد. خلاص بقت العجينة ما لازقة في اليد. نكمل فيها وأهم حاجة نخدها ترتاح نرجعها في الماعون بتاعها ونغطيها. نغطي العجينة ونخليها ترتاح لمدة بتاعت 10 دقائق. نمشي فاصل ونجي نتابع العجينة وصلت لوين. اهلا مرحبا بكم اعزائي المشاهدين. رجعنا مره ثانيه واذكر بانه نحن بنشتغل في المعجنات بالفرن. عجننا وخلطنا المواد بتاعتنا الجافه واضفنا المواد السائله. غطينا العجينه خطيناها ترتاح. لازم تكون مغطيه لانه لو قعدت كاشفه بتعمل طبقه ناشفه من فوق. نغطي العجينه وممكن ندهنها مسحه خفيفه زيت ونغطيها لانه كل ما تقعد كاشفه زي ما قلنا بتعمل قشره من فوق. طيب نجيب في معينات بتساعد في الشغل قطاعة أو سكينة. قطاعة أو سكين نشق العجين لاثنين وممكن لأربعة على سن الترابيزة بتاعتنا تكون على قدر العجينة ما تكون الترابيزة صغيرة ونشتغل العجينة كلها الكيلو كله. نحن لأنه عايزين نعمل أشكال مختلفة قمنا عملنا 4 قطع مختلفة. قسمنا العجين لأربع قطع عشان كل واحدة نشيلها نشتغل بها على حيطة. طيب دي العجينة بتاعتنا زي ما قلنا ما بنخليها كاشفة. بنجيب ورق بتاع زبدة أو أي كيس نقطعه ونشيل نغطي به العجين عشان العجينة بتاعتنا ما تنشف. كيس أو ورق زبدة لكن ما أي ورق. نجيب الفرادة ونرش دقيق شوية على الطاولة اللي هنشتغل فيها. دقيق يكون بنسبة معقولة ما يكون كثير خالص. نبدأ بيدنا نطرح العجين بالشكل ده ونخد برضو شوية دقيق فوق للعجين. لما نجي نفرد من النص للطرف تمشي معانا سهلة العجينة. نعكس نتأكد كل مرة إذا الدقيق اللي عندنا تحت خلص نضيف شوية لأنه عدم الدقيق بيخلي العجينة تلصق. السمك بتاعها يعني ما بكون أكثر من 0.5 سم عادة للمعجنات اللي بالفرن. بتختلف عن المعجنات اللي بالزيت. البالزيت بتكون رغيقة خالص. مثلا عايزين نسوي بها فطيرة بتاعت عرس أو عايزين نسوي بها أشكال بتاعت المناسبات المعروفة. هنا أنا مع ده خلاص العجينة بدأت تمشي شوية شوية. ما تكون حتة عالية وما تكون حتة واطية. ولما نفرد ما نركز حيلنا كله في عجينة في حتة واحدة. يعني حس أنا هنا قاعد أمشي لكل أنحاء العجينة وقسمت العجينة عشان ما تكون كمية كبيرة على السطح. حس كده العجين أنا متأكد إنها ما لازقة. ليه؟ لأنه كنت برش دقيق. الحشوة اللي عندنا حنستخدمها أنا بجيبها. الحشوة اللي عندنا اليوم جبنة هذه جبنة بيضاء عادية وعندنا فلفل وعندنا جزر مبشور. النسبة اللي بتشوفها مناسبة تحطوها. وعندنا فلفل زي ما قلت الحشوة
الحشوة تكون حسب رغبة كل ناس. عندنا مكالمة، نستقبل مكالمة عندنا. ألو ألو، مكالمة فصلت، إن شاء الله يرجع لنا بعد شوية. طيب نرجع للحشوة بتاعتنا، جبنة، فلفل، جزر، بعد ده أي رغبة تانية، أي زول عنده رغبة تانية مخير، نخلطها مع بعض. دي الحشوة بتاعتنا، جبنة مبشورة بيضة عادية، ممكن أي نوع من أنواع الجبن الأخرى، وفلفل وجزر، ممكن نستعين بأي حاجة، ممكن نستعين بزيتون، ممكن دارين نخوت لحم، ممكن نخوت أي حاجة. لو عايزين العجينة الحشوة تتماسك شوية، ممكن نديها مقدار من الحليب، ممكن ندي مقدار من الحليب بسيط عليه عشان تتلمى الحشوة كلها تكون ملمومة معانا، وممكن يكون زبادي كده. خلطنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، أهلا بك. معك أحمد. أهلا يا أحمد. أهلا يا أحمد، من وين يا أحمد؟ من كسلة. أهلا يا أحمد ومرحب بأهلنا في كسلة. أحييك وبحيي قناة 24. الله يبارك فيك. هي أفضل قناة، وأنا والله بشكرة جدا جدا. أهلا وسهلا، ربنا يوفقكم ويقدمكم. كتر خيرك كثير، شكرا جزيلا. الله يكرمك. شكرا لك. بسأل أنا من من الفطائر الحلوة بمربى التفاح. نعم. المصنوعة يدويا. الفطائر بحشوة التفاح. بحشوة التفاح، أيوة، وبزبدة الفول السوداني. جدا طبعا، زبدة الفول السوداني معروفة لدى العامة، هي الدكوة. أيوة الدكوة. أيوة الدكوة. فالفطائر الحلوة برضها براها بتكون طبعا مسكرة بنسبة أكثر من دي أحمد. فنسبة السكر بتكون فيها أزيد، وأي حاجة فيها نسبة السكر أزيد دي مفروض نزيد الخميرة شوية، لأنه بتتقي الخميرة وبتدي لون محمر دايما. وما بس للتفاح، الفطائر دي بتتعمل في كل أنواع الفاكهة، لكن حاجة التفاح طبعا معروفة. في عجينة بتاع التارت بيقول لها فطيرة التفاح، أو بيقول لها الباي، عجينة. أيوة. الباي، ودير إن شاء الله نستعرضه لك برضو في حلقات قادمة بإذن الله. بإذن الله. كمان وجبات جديدة زي السوشي والحاجة. الطوفي. ألو. ألو. وجبات جديدة زي شنو؟ زي السوشي والأكلات الأجنبية اللي يعني. كويس، إن شاء الله إن شاء الله يا أحمد. شكرا لك كثير. شكرا شكرا كثير. طيب عندنا العجينة، عندنا قطاعات بنشكل بأحجام الدارينة بتاعت القطاعات. يلا هنا أنا عايز يعني المشاهدين يركزوا معي عشان نشوف حنعمل شنو. عندنا القطاعات في جزء، نتأكد إنه بنقطع العجينة لنهايتها ما تكون لازقة معانا. الليلة حنحاول نشكل العجين ده لعدة أشكال، ويا ريت يكون في تركيز معانا. حس دي كلها قاعدة قطعها مدورة، بعد شوية حنغير لشكل تاني، عايزين نشوف الأشكال تطلع كيف. نجيب الصينية بتاعتنا، لاحظ، أرجو إنه تتابعوا معي بدقة لأنه الأشكال حكررها مرتين. مسكنا العجينة دي، قفلناها كده، نعكسها،
برضو نجي نكفيلها بالجنب الثاني. نعمل نفتحها نفتحها بجاي ونفتحها بجاي. ده الشكل بتاعها. ونجيب اي حاجة دارين نزين بها. عندنا الزيتون ممكن نستخدم الزيتون في الزينة. ده الشكل. ممكن اعيده عشان تعم الفايدة. ثاني قفلنا العجينة. شلتها هنا جبتها من النص. وثاني برضو شيلها من النص. نضغط شديد. لازم اهم شيء نضغط شديد. نحط الزيتونة في النص. بعد ده نفتح الاطراف. هنو الاطراف دي شوية. الشكل اللي انتهينا منه كررناه مرتين. عندنا شكل تاني برضو كلها اشكال بسيطة. نقفل برضو العجينة من هنا جنبة واحدة. نكمل قفلنا الجنبة الواحدة لنهايتها. قفلناها للنهاية. نشيل كده. طيب ده شكل تاني. ده شكل تاني. اي شكل هعيده كده. قفلنا الجنبة بجاي ولمينا دي هنا. كده هيكون عندنا شكلين من كل شكل عملنا مرتين. دي ما فيها زينة لانه مقفول في شيء بقول لظريف. ده بنسميه شكل بتاع ظريف. ان شاء الله تكون الشكلين ديل واضحات. في شكل ثالث ما حاخدت الحشو حسا. خدت القطعة الاولى ودي القطعة الثانية ودي القطعة الثالثة. دي الثلاثة. اضغط من النص. اضغط من النص. خدت الحشوة بتاعتنا في النص. ثلاثة قطع مع بعض زي ما باينة في الشكل. وبرضو أثبت الحشوة والثلاثة مع بعض ثابتات. بعكس العجينة بالشكل ده وببدأ بلفها. لفيتة كده تديني قطعتين طوالي. طوالي حتديني شنو؟ قطعتين في شكل وردة. القطعة الأولى نفتحها. دي القطعة الثانية زي ما شايفين ادتني يعني ثلاثة قطع فوق بعض. ادتني الشكل ده. ممكن برضو في النص نزين بأي حاجة. زيتونة قطعة كاملة. ما عايزين نزين ناخد صفقة بقدونس عشان تدي منظر. طيب تاني برضو عندنا شكل دي الحسي. ثلاثة أشكال. نلم العجينة بالأجناب الشكل ده وبالتاني نعكس. ثاني برضو بالأجناب. طيب الشكل ده برضو فاتح من النص. قبيل أنا عملت في الحشوة شوية حليب عشان تكون الحشوة متماسكة ما تطلع. ثاني نكرر الشكل أهو. بعد ده نكفل الأطراف. الأربع أطراف بتدينا الشكل ده. طيب برضو احنا يعني انا مصر انه الاشكال دي نتابعها بدقة عشان تكون في فايدة كويسة. تعالي نعمل شكل جديد. طيب ده بيقول له شكل بتاع قطايف. بيخلوا العجينة بالشكل ده تكون فاتحة. اصلا بتكون فاتحة كده ويضغطوا عليها بالزيتونة. ده شكل بتاع قطايف اسمه شكل قطايف. طيب نكفل ثلاث ارباع العجينة. نكفل ثلاث ارباع العجينة وبنخلي الزيتونة ضاغطة عشان الحشوة تكون ثابتة. عندنا السمبوكسة العادية معروفة للجميع. السمبوكسة العادية طبعا ما صعبة لكن على سنه دارين نعملها نحن ما بالزيت. دائما بنعملها دارين نعملها بالفرن. دائما بنعملها بالزيت سهلة. نكفل كل الأطراف. دي ما دايرة إعادة لأنه معروفة لدى الجميع. دي السمبوكسة العادية. ممكن نخليها كده وممكن نجيب الشوكة نضغط على أطرافها بالشوكة. طيب يلا يا أخوانا عشان عندنا العجين لسه قاعد. كمية من العجين موجودة. دارين كل ما نقدر نستعرض كم شكل بيكون أفضل لنا. حسي دي الأشكال اللي عملناها
والعجينة قطعناها بقطاعات عادية آخر قطعة في الأشكال دي ننتبه لها برضو. دي هنا بنلم العجينة نلمها كده نحط الحشوة في النص ونلم العجينة في شكل كأنه بيقول لك كأنه بتكشكش العجينة يعني نلمها من فوق مكشكشة كده بالشكل ده زي ما شايفين. نجيب حتة عجينة بيدنا نبرمها كده كده ونجي نغطي بها بالشكل ده. دي أشكالنا بتاعت المرحلة الأولى انتهت. ونضرب بيض بحليب ومعانا الفرشة كل المعجنات دي لازم معجنات الفرن تاخد لها مسحة من فوق وممكن نديها سمسم وممكن نديها كمون. بيضة مع ملعقة أو ملعقتين حليب سائل بيضة مع ملعقة أو ملعقتين حليب سائل. ليه عملنا البيض؟ بدي شكل في الفرن. طيب لحد ما الصينية حقتنا دي تخمر نحن هنمشي نجهز الفرن ونفرد العجنة الثانية. نتابع مع بعض نوزع الحرارة بتاعتنا بتاعت الفرن. العجينة عايزة 200 درجة وبنخلي الصينية تخمر حوالي 15 دقائق ولحد ما تخمر الصينية والعجينة في الصينية نمشي فاصل ونجي نواصل. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا بعد ما عملنا الاشكال بتاعت المعجنات بتاعتنا والعجينه حاسه بقت بالشكل النهائي ده زي ما شايفينها والفرن بتاعنا ولعناه يكون جاهز. نمشي ندخل الفرن بعد ما خمرت واخذت الزمن المطلوب له. يعني دار اذكر انه عندنا فترتين بتاع التخمير، بعد العجن ده التخمير الاولي وعندنا بعد التشكيل برضه بنخليها في الصينيه تخمر. مشينا ندخل الفرن تاخد فترة بتاعت 10 أو 15 دقيقة. دائما العجين بعد ما ينتهي نوع المعجنات بين 10 و 15 دقيقة ممكن ل 20 دقيقة ما في، لكن ياخد أكتر من كده الأشكال دي معناتها بتنشف أو الفرن ما وصل للحرارة المطلوبة. نمشي لوصفتنا الثانية اللي هو قلنا هنعمل كب كيك. الكب كيك من اسمه لما نقول كب معناتها كيك بقوالب صغيرة، كب كيك معناتها كيك بقوالب صغيرة. والكيك أنواعه كثيرة جدا جدا، كيك بسيط وكيك دسم وكيك اسفنجي، ده واحد من أنواع الكيك البسيط. الفرق بينهم الكيك البسيط بسيط في مكوناته وبسيط في طريقة عمله. يلا نتعرف على مكونات الكب كيك. نشوفها على الشاشة مكونات الكب كيك، نطلع عليها ونجي راجعين. هي أصلا 5 كوب دقيق، 5 كوب دقيق، 2 كوباية سكر، 2 كوباية سكر، 2 كوباية حليب، 1 كوباية زيت. ممكن نستخدم زيت أو زبدة أو سمنة. نشوف المتوافر عندنا زيت 1 كوباية زيت، وبنخد باكنج بودر وبيض. نتعرف على المكونات ونجي راجعين نشوف طريقة عملها.
ازيك يا عظيم يا رائع. الله يبقى اهلا وسهلا، اهلا بك، تفضل. الله يرضيك. عوض محمد حسن معك. اهلا اهلا وسهلا استاذ عوض، اهلا بك، تفضل. والله يا اخي ما شاء الله انت زول ما شاء الله، يعني فنان و الله يبارك شغلك نظيف، ونحن نتمنى انه دائما زيك انت يظهر على الشاشه. كتر خيرك، شكرا كثير، لانه الناس تستفيد منك كثير وكثير وكثير والله. شكرا كثير يا عوض، كتر خيرك. شغلك راقي، شغلك راقي راقي شديد وواضح، لكن بس في حاجه واحده داير اقول لك، الشاشه الكاميرا لما تكون شغال في الاشكال كانت مغطى ما يعني ما متابعك، الكاميرا كانت ما متابعك في حاجات ما شفناها. لكن شغل راقي وجميل، وشاء ربنا لو يوفقك ويزيد من التقدم. جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يسلمك. شكرا كثير الله. شكرا، مرحبا بك، ان شاء الله لو في معالجات بيتعالج ان شاء الله. كده خدتينا كل المواد بتاعتنا، بتاعت المواد الجافه بتاعت الكب كيك، وخدتينا برضو الخلطه بتاعت المواد السائله. نجهز القوالب حقتنا، دي القوالب بتاعت الكب كيك، والقوالب احنا خدتينا ليها الورق بتاع الكيك لانه شنو ما تلصق. قبل خدتينا ورق الزبده، وحسه خدتينا بتاع الورق بتاع الكب كيك، بيكون بالشكل ده. دي الخلطه بتاعتنا، حاولنا نبسطها، ممكن نخلط بايش يعني، دي ما دايره مضرب ولا دايره عجام، ممكن بخلاطه، ممكن بمضرب السيليكا العادي، الكيك سهل بيطلع باي طريقه. نخلط العجينه بتاعتنا كده جاهزه، بعدها ممكن تتعبى بالقوالب بتاعتنا اللي هي قوالب الكب كيك. ده شكل الشكل بتاع العجينه بيكون. احنا استخدمنا قالب كبير، كان ممكن نستخدم في قوالب فيه 6 قطع، في قالب فيه 12 قطعة، دي حسي دي قوالب بتاعت 12 قطعة موجودة في الأسواق متوفرة، في قالب فيه 6 قطع وفي قالب فيه 12 قطعة. طبعاً هي قالب بتاع عجين ما بنملاه فل لأنه العجين حيقوم.
طيب كده نحن انتهينا من قالب، نجهزه نخليه جاهز، ده ما محتاج تخمير لانه العجينه ما فيها خميره. راجع الصينيه بتاعتنا كويس لو في اي حاجه كده. بعد ده بتكون جاهزه تمشي على الفرن، نوديها الفرن. الصينيه بتاعتنا الفرن بتاعنا هنا ما بيكون زي المعجنات 200 درجه، بيكون 180 درجه. لحد ما ندخل الصينيه الفرن نمشي فاصل ونجي نواصل. الشكل اللي عملناه وده الشكل الثاني بتاعنا وده الشكل الثالث بتاعنا، كل اشكالنا دي السمبوكسه، وده الشكل اللي قلنا بتاع القطايف، وهنا عندنا ده برضو، ودي الاشكال. نجيب عليها انا ممكن ناخد فلفل اخضر نوزعه الاركان بتاعت الفطاير، ولو عندنا كاتشب برضو ممكن تزين بالكاتشب تتقدم مزينة، ونخد عليها برضو شوية زيتون. نذكر انه دي فطاير بالفرن ما اخذت زمن، سريعه جدا، ممكن نعملها ونخدها في الثلاجه للاطفال بالصباح في المدارس، وممكن نشكلها برضو باشكال اخرى مختلفه. دي جزء من الاشكال بتاعتنا بتاعت الفطاير، وعندنا طبعا الطبق بتاع الكب كيك لسه في الفرن. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف تمام؟ اهلا وسهلا. معك سلمى. اهلا سلمى، تفضلي. يلا بس دارين توصف لنا الوصف بتاعت عجينة العيش. طيب ممكن يوم تعمل لنا برضو. جدا ان شاء الله حتكون برضو الحلقات ان شاء الله بتكون فيها حلقه بتاعت عيش، وكل الحلقات بتبني على رغباتكم وطلباتكم باذن الله. العيش هو طبعا عيش، العيش انواع، عندنا العيش العادي، في خبز عربي، في خبز تركي، في خبز فرنسي، انواع. لكن العيش العادي اللي بنعمله كله اهلنا وامهاتنا في البيوت ده برضه بنجيب له كيلو دقيق، ملعقه كبيره خميره، ملح، ممكن ندي زيت ربع كوب وممكن ما نديه زيت، ونخد فيه المويه عادي ويتعجن. بعد ما نعجن ونريحه ممكن نجيب طاسات نقطع مخصوص من في علب، طاسات صغيره ارتفاعها معقول مدوره، نشيل العجين نطبطبه على ربع حجم الطاسة، يعني ما يكون عالي شديد عشان حيخمر. مثلا أهلنا في الشمالية بيجيبوا علب اللبن بيقطعوها زي ارتفاع 2 سنت، ويكون عندهم زي 20 قالب في البيت، ويعجنوا العجين ويطبطبوا العجين على القوالب. طبعا ما بيملوا القالب عشان العجينة تقوم وتخمر، بعد ذاك يدخلوا العجينة خلاها تخمر في حتة دافية، يدخلوها حتة دافية ويدخلوها الفرن، تطلع بيكون كده هم عملوا العيش بتاعهم بتاع اليوم أو بتاع يومين عادة يعني. بالنسبة لي لو عايزين نعمل عيش عادي توست نعمله في شكل اسطواني ونخليه يخمر وبرضه يدخل فرن، بيطلع العيش بيكون لين. لازم يكون الفرن سخن عشان يديني عيش كويس، لو الفرن بارد ما بدي كويس.
حسي المعجنات بتاعتنا دي لو شايفاها حسها طريه، ليه؟ لانها دخلت في فرن سخن. ان شاء الله تكون وضحت لك يا استاذه. دي الطريقه بتاعت العيش. العيش دي طريقه عاديه بتاعت بيوتنا معروفه، عين اهلنا من زمان بيعملوها. مكوناتها دقيق وخميره وملح ومويه. نستقبل مكالمه ثانيه. عليكم السلام. يا مرحب. اهلا بك، الله يسلمك. انا داير اتكلم مع الشيف. تفضلي. اهلا، مرحب بك. معك شيف فايز، تفضلي. معك وفاق. معك فايزه. فايزه، اهلا وسهلا. انا بدي انا من عجينة الناعم. الناعم الناعم كعك قصدك؟ الكعك، الكعك الناعم. الكعك اي الكعك. الكعك اي نعم. برضه نقول لك جيبي دقيق كيلو وطوالي معاه، طوالي كيلو دقيق معاه، طوالي يكون رطو السمنه، كيلو دقيق معاه رطو السمنه. بندي الكعك دوا كعك، ملعقه صغيره دوا كعك، طبعا معروف هبهانه وكافور زي ما بتحبي. و ولا الكعك الناعم بيحتاج لملح وباكنج بودر ودوا كعك، ملح وباكنج بودر ودوا كعك، ملعقه صغيره لكل واحده فيهم، كيلو دقيق، وممكن ندي سمسم مع رطو السمنه. نبس السمنه مع الدقيق، وبعد ذاك ناخذ لها نص كوب لبن. طيب طيب، فالكعك ان شاء الله يكون وضح لك. الناعم، الناعم هو الكعك، قلنا كيلو دقيق، رطو السمنه، ملعقه صغيره ملح، ملعقه صغيره باكنج بودر، ملعقه صغيره دواء كعك. و وضح يا استاذه؟ يلا نمشي نتعرف على القيمه الغذائيه بتاعت شغلنا بتاع الليله، المعجنات والكيك، ونجي راجعين. رجعنا اعزائي المشاهدين. طبعا عندنا الطبق بتاع الكب كيك اوشك على الفرن، وزمن الحلقه انتهى. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقه المعجنات، ونوعد بتكرار اشكال اخرى من المعجنات، على امل ان نلتقي في حلقه جديده ووصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله.